بيبدأ فيلمنا مع روي اللي بيكون في المطار وبيفضل يراقب الناس وبتلفت انتباهه بنت اسمها جون وبيخبط فيها وبيتكلموا شوية مع بعض. وبعد شوية بتروح جون عشان الأمن يشوفوا ايه اللي في شنطتها واللي بيكون عبارة عن قطع سيارات، وبنلاحظ انها بتخبط تاني في روي. وبنشوف الوقت ده ان المخابرات بتراقب روي وبيقولوا ان اكيد جهاز الزفير معاه، وبيكونوا فاكرينه بيشتغل مع جون لأنه واقف معاها. ولما بيقرب روي وجون من دخول الطيارة بنعرف ان جون رايحة بوسطن لأن اختها الصغيرة هتتجوز، وفعلا بتركب الطيارة مع روي وبيتعرفوا على بعض لأول مرة. وبيلاحظ روي إن في رجال مخابرات مراقبينه في الطيارة، ولما بيسأل جون ليه في شنطتها قطع سيارات بيتعرفوا إن أبوها كان شغال في جراج وبيقدر إن هو يعمل سيارات من تجمعات، وإنها عايزة تجمع سيارة وتديها هدية لأختها في الزفاف. وبعد شوية بتروح جون للحمام، وفي الوقت ده بيقدر روي إن هو يضرب كل رجال الشرطة اللي مراقبينه وبيفضل يسألوه على جهاز الزفير، ولكن روي مش بيرد وبيضرب مساعد الطيار، ولكن الطيار بيغلط وبيضرب نار عليه وبيقتله بالغلط. فبيقتل روي الطيار، ولما بتخرج جون من الحمام بتلاقي ان كل حاجه كويسه وبيقول لها روي للعلم الطيارين انا قتلتهم، ولكنها بتفضل تضحك وبتفتكره بيهزر، بس روي بيسيبها وبيقول لها تربط الحزام وبيدخل كمره القياده. واول ما الطياره بيتحول مسارها كل اللي اتقتل واللي مغمى عليهم بيقع من الكراسي، فبتخاف جون جدا وبتدخل لروي كمره القياده وبتساله انت مين، فبيقول لها اعرفك بعدين، وبيختار انه ينزل في مكان تاني لان الشرطه اكيد منتظره في المطار. وفعلا بيهبط في مزرعه، ولما بينزل روي وجون من الطياره بيدي روي لجون مشروب علشان تهدى، واول ما بتشربه جون بتدوخ وبتعرف ان هو حاطط ليها منوم. وبيقول لها روي لما الشرطه تسالك عني قولي ليهم انك ما تعرفيش لان هم الاشرار، وبيعرفها انها المفروض ما تثقش في حد لانهم ممكن يقتلوها. وفعلا لما بيقوم على جون بتصحى في بيتها، وبيكون روي مجهز ليها كل حاجه وبيفكرها ما تقولش لحد عنه. فبتخرج جون من البيت وبتلاقي صديقها الشرطي روندي اللي بيكون بيحبها ولكنها مش مهتمه بيه، ولما بيسالها هي ركبت الطياره اللي وقعت امبارح، فبتقول له جون انها جت بوسطن بالسياره. وبعد كده بتركب السياره وبنشوف ان في ناس بيراقبوها، ولما بتروح جون لاختها ابريل بيفضلوا يتكلموا مع بعض. وبعدها بتخرج جون وبتلاقي ناس مستنيينها بره وبيقولوا ليها ان هم عملاء وبيدعوها تيجي معاهم، وفعلا بتركب سيارتهم وبيسالوها على روي اللي ركبت معاه الطياره امبارح، ولكنها بتقول لهم ان هم اتكلموا شويه بس، فبينقلوها لسياره تانيه من ضمن موكب وبيبقى واضح ان هم خاطفينها. وفجاه بينضرب نار على الاشخاص اللي مع جون، وبيجي ليها روي بموتوسيكل وبيركب العربيه اللي هي فيها وبيحاول يضرب نار على الاشخاص اللي من ضمن الموكب وبيدخل السيارة، وبعد كده بيوقفها علشان يقتل اللي عايزين الجهاز اللي معاه. وبيخرج هو وجون من العربية وبيقول لها تستناه على ما يقتل باقي الأشخاص، ولكنها بتخاف منه وبتهرب، بس روي بيفضل يجي وراها. وساعتها بتروح جون لمكان شغل شرطة المطافي اللي بيحبها روندي وبتفضل تحكي ليه على كل اللي حصل ليها، ولكنه بيقول لها إن أنت متوترة بس عشان أختك هتتجوز. وفي الوقت ده بيجي ليها روي تاني وبيقعد معاهم وبيفضل يقول لها تيجي معاه، بس جون بتقول لروندي إن ده اللي كنت بحكي ليك عليه، بس روي بيهددها بمسدس وبيدخلها العربيه، ولما بيقرب منه روندي بيضربه برصاصه مش بتلمس العظم، وبيفضل يهرب من الشرطه مع جون اللي بتقوله ينزلها لانها حاسه بخطر معاه. وفعلا بينزلها روي وبيكون متضايق منها وبيقول لها ان طول ما انت مش معايا فممكن يحصل ليكي حاجات وحشه من الناس اللي عايزين يضروني، وانه هيروح دلوقتي لشخص تاني واثق فيه وحياته معتمده عليه. وبالليل بنشوف ان جون مع روي وبنعرف انها قررت تفضل معاه، وبيوريها روي جهاز وبيقول لها ان ديت بطاريه اسمها الزفير وانها تقدر تشغل غواصه كاملة مدى الحياة، وان الطالب اللي اخترعها اسمه سايمون وانه في ثانوي، وبيعرفها ان هو عميل كان مكلف بحماية سايمون مع شخص اسمه فيتز، ولكنه اكتشف من اسبوعين ان فيتز عايز يقتل سايمون ويبيع البطارية، فاضطر ان هو ياخد سايمون والبطارية من المكان، وان فيتز قال للشرطة ان خطفت سايمون وان انا الخاين، فبيعرفها ان مهمته دلوقتي هي حمايتها لانه معجب بيها وحماية سايمون علشان ما يتقتلش. ولما بتسأله جون على الناس اللي بيقتلهم بيقول لها ان كل دول عصابة تبع فيتز هو اللي معينهم في القضية علشان يجيبوا البطارية. وتاني يوم بيوصلوا للمكان اللي روي مخبي فيه سايمون، ولكنه مش بيلاقيه، بس بيعرف ان هو ساب لي رساله، وبنشوف ان في اشخاص بيدخلوا المكان، ولما بيشوفهم روي بيضرب نار عليهم وبيقول لجون ان دول تبع تاجر اسلحه اسمه انطونيو وبيقدر انه يقتل رجاله كتير منهم. وبيقول لجون تشرب المشروب ده، وفعلا بتشربه جون وبتتفاجئ ان هو مخدر مره تانيه وبتنام، وبتفوق اكتر من مره، وبيكون روي مهتم بيها جدا وبيحاول يدافع عنها وبينقذها دايما، لحد ما جون بتفوق اخيرا على الشاطئ وبتتضايق من روي لانه عمال يخدر فيها، وبتاخد قميصه وبتمشي، وبتشوف التليفون بتاعه وبتلاقي عليه عنوان كاتب عليه ان هو بيت امن وفيه كاميرات. وساعتها بتتصل ابريل اختها بيها فبترد عليها، وبنشوف ان انطونيو عارف مكانهم. وبنرجع لجون اللي بتكتشف انها في جزيره، فبترجع لروي اللي بيتفاجئ ان في طيارات بتهجم عليهم وبتضربهم بصواريخ، وبيعرف ان كل ده بسبب ان جون عملت مكالمه، وبيفضلوا يهربوا وبيخدر روي جون وبتفوق وهي في قطر في النمسا. وفي الوقت ده بنعرف ان روي فك شفره سايمون وانه معاه حاليا، وبنروح لجون
جون اللي بتقابل شخص من عصابة فيدز بيقول لها ان هو سايمون، بس جون بتلاقي على جزمتها رسالة من روي بيقول لها ان هو مع سايمون حاليا وما تثقش في حد. فبتحاول جون تهرب من فرد العصابة ولكنه بيقابلها تاني وبيبقى هيقتلها. فبيجي ليه روي وبيقدر يخلص عليه، وبعد كده بيستقر كل من روي وسايمون وجون في فندق. ولما بيخرج منه روي بيتراقب جون وبتلاقيه بيقابل بنت وبيفضل يكلم رئيسها انطونيو وبيقول له ان هو هيدي ليه البطارية بس بسعر غالي. وساعتها بتحس جون ان هو فعلا خاين، واثناء طريقها للرجوع بيجوا ليها افراد شرطه وبيودوها لايزابيل مديره مكافحه التجسس، وبيكون معاها فيدز وبيقولوا ليها ان روي كذب عليكي وانه الخاين الحقيقي، وبيوروها دليل وهو ان لما روي كان بيخبط فيها في المطار كان بينقل ليها البطاريه بعد ما بتعدي من مكان التفتيش علشان البطاريه ما تتمسكش معاه. وبتبدا جون تقتنع بكلامهم وبيديها فيدز قلم تضغط عليه اول ما تكون البطاريه مع روي، فبتوافق جون وبتوصل الفندق. ولما بيجي ليها روي بالبطاريه بيعرفها ان في حاجه غريبه جدا بتحصل، وهي ان البطاريه بدات تسخن بشكل غريب، ولكن جون بتضغط على القلم وبيفهم روي اللي هي عملته وبيتضايق منها. واول ما بيوصل الامن بيكون روي هرب بالبطاريه، وبنشوف ان بيتم القبض على سايمون، وبتركب جون مع الامن علشان يطاردوا روي. ولما بيوصلوا ليه بيتم ضرب النار جنبه لحد ما بيقع في النار، وبتفتكر جون ان هو مات. وبعد ايام بنعرف انها مفتقده، وبنرجع لسايمون اللي مع فيدز اللي فجاه بيقتل فرد الشرطه اللي معاه علشان يسلم سايمون لانتونيو وياخد الفلوس. وبروح لجون اللي بتفتكر البيت الامن اللي شافته في موبايل روي، وفعلا بتوصله وبيسمحوا ليها اهل البيت انها تدخل. فبتسالهم على روي ميلر وبيطلع ان هو ابنهم، وبتقول امه ان هو مات من زمان، وبتعرفها ان هو كان في الجيش وكان سباح ماهر. فبتعرف جون ان روي ما ماتش. وبعد كده بنشوف ان جون بتتكلم في التليفون وبتقول ان معاها جهاز الزفير علشان عارفه ان هما بيتجسسوا عليها وعايزاهم يخطفوها علشان روي ينقذها. وفعلا بتيجي ليها عربيات وبتخطفها وبيودوها لاسبانيا. ولما بتفوق جون بيقول لها انطونيو تاجر الاسلحه اننا ادينا ليكي حقنه تخليكي تقولي الحقيقه، وبيسال على مكان البطاريه فبتقول له انها مش معاها. وبيكون في الوقت ده روي موجود، وبيوصل فيدز للمكان علشان يسلم سايمون، وفعلا بيقابله انطونيو وبيجي وراه بالعربيه لمكان التسليم. وبنعرف ان روي حاطط لسايمون جهاز تعاقب علشان كده هو موجود في نفس المكان اللي هو موجود فيه، وبيتفاجئ لما بيشوف جون وبيقرر ينقذها الاول. وفعلا بيوصل لها وبيقول لها ان هو بيحبها، وبيركب موتوسيكل مع جون وبيطارد فيدز اللي معاه سايمون. وبنشوف ان اثناء المطارده بيتم فك التيران علشان النهارده هو اليوم العالمي للتيران في اسبانيا. وقبل ما انطونيو بيقتل روي بيتخبط من التيران وبتتقلب بالسياره بتاعته وبيموت. وبنرجع لروي اللي بيوصل لفيدز اللي بيهدد بقتله، فبيدي ليه روي البطاريه. ولما فيدز بيضرب نار على سايمون بياخدها مكانه روي. وبنرجع لفيدز اللي ركب طياره ولكنه بيلاحظ ان البطاريه سخنت جدا ولسوء حظه بتنفجر فيه، وساعتها بيقول سايمون لروي ان البطاريه كانت لسه تحت التجربه. وبعد كده بيروح روي للمستشفى وبيفوق وبيشوف ايزابيل اللي بتقول له انها فهمت اللي حصل وان انت كنت الخير وعايز توقع تاجر الاسلحه انطونيو. وبعدها بشويه بتقدم ممرضه ميه لروي، ولما بيشربها بيدوخ وبيبص للممرضه وبيلاقي انها جون وبيعرف انها خدرته، وبيتهربوا من المستشفى وبتفضل تمخمط فيه زي ما كان بيمخمط فيها. ولما بيفوق بيلاقي نفسه على الشاطئ وبتجيله جون وبتقول له انها كمان بتحبه، وبيكملوا في الرحله مع بعض.